صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 29 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. جاء فيه: يشكل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبد الحسين خلف العصفور نائبا للرئيس، فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف محمود المحمود، فضيلة الشيخ الدكتور فريد يعقوب المفتاح، فضيلة الشيخ عدنان عبد الله القطان، فضيلة الشيخ محمد ملا أحمد حسن علي التبلاني، فضيلة الشيخ منصور علي حمادة، فضيلة الشيخ محمد حسن عبد المهدي الشيخ، فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن الشيخ منصور الستري، فضيلة الشيخ جميل محمد بن إبراهيم حسن القصاب، فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق العباسي، فضيلة الشيخ جواد عبد الله عباس حسين، فضيلة الشيخ محمد جعفر محمد الجفيري، فضيلة الشيخ راشد حسن أحمد البعينين، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم راشد المريخي، فضيلة الشيخ عبد الرحمن ضرار الشاعر.